السلام عليكم أعزائي الطلبة. الصوت واضح أم الكتابة إذا كان الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. إذا اليوم كما وعدتكم إن شاء الله سنعقد اختبار قصير نبدأ به بالموضوع الذي بدأنا به اللقاءات الحية، وهو البرمجة الخطية، طريقة الرسم البياني، طريقة الرسم البياني. ولكن يعني في البداية أنا لاحظت أنه هنالك عدد من المشاركين في اللقاء الحي ممن استخدموا الجوال. طبعا هؤلاء لن يتمكنوا من المشاركة معنا لأن البرنامج لا يدعم إلا اللابتوب أو الجهاز الحاسب، لا بأس، ولكن يعني أنتم لم تتمكنوا من المشاركة، هذا فقط ما أريد التذكير به. لذلك يعني آمل أن لا تقولوا لي أثناء اللقاء بأنه ما ظهر عندي. بكل تأكيد يعني لن تستطيعوا أنكم تجاوبوا على الاختبار القصير. تمام، أوكي. إذن دعونا أعزائي أن نبدأ، وبعد أن ننتهي من حل أو بعد أن تنتهوا أنتم من حل الاختبار القصير، سأعطيكم وقت لتفكروا به، سنقوم بحل الاختبار سويا. فقط أريد أن أذكر بمسألة، بأن المعادلات في البرنامج لم تظهر بشكل صحيح، يعني لا أعرف لماذا، ولكن يبدو أن مشكلة عدم توافق البرنامج مع اللغة العربية هي السبب الرئيس في عدم ظهورها. لذلك أنتوا حلوا، ومش مهم البرنامج في هذه المرحلة، راح نحله مع بعض، راح نحله مع بعض لحتى نجد حل. تمام، الآن راح يظهر عندكم الأسئلة، وسأقوم بإدراج جدول متعلق بالاختبار القصير. فقط لحظات. الآن سأدرج لكم جدول يتعلق بهذا الاختبار، وأنتم قوموا بنسخ الجدول على ورقة خارجية ثم قوموا بالإجابة عنه. طيب هذا الجدول، آمل أن تنسخوه، انسخوا الجدول. الجدول أمامكم الآن على الشاشة، والأسئلة المتعلقة به ستظهر أمامكم الآن، وهذه الأسئلة. لا لا يا الجازي، شرحنا سابقا ولا نريد أن نضيع الوقت ب يعني كثرة الشرح. الآن وقت ممارسة، هو الهدف منه ليس عليه درجات، الهدف منه أن نمارس الحل. ظهرت عندكم الأسئلة؟ هل ظهرت الأسئلة؟ نعم، يعني حتى الهدف هو التمرين أعزائي، الهدف التمرين. الجدول أمامك يا مشاعل، ما شلته أنا. اقرأ السؤال دون الخيارات يعني وأجيب عنه، اقرأ السؤال وأجيب عنه
على ورقة خارجية، أنت مشان تقيم نفسك. إن استطعت أن تفهم المعادلة أجب عليها من خلال السؤال، من خلال برنامج. نعم ذكرت هذا يا شفاء، عارف انه عزيزة امل ان لا يجيب احد على الاسئلة الان. الهدف هو الممارسة، الهدف هو الممارسة، لذلك يعني ما احد يجيب على الاسئلة الان، راح نحلهم سويا. لا بسيطة. لا بأس، الهدف المشاركة. طبعا أول خطوة المطلوب إنكم تنسخوا الجدول اللي عندكم وتقوموا بحله، بحل الأسئلة. يعني أول شيء تبدأ دالة الهدف، ما هي دالة الهدف؟ هل هي تعظيم أرباح أم تخفيض تكاليف؟ وبعدين تبدأوا بكتابة معادلة دالة الهدف للجدول، بعديها قيد البروتين وقيد الدهون تكتبوه، وقيد عدم السالبية أيضا تقوموا بكتابته، وقيمة سين واحد في قيد البروتين، وقيمة سين اثنين في قيد البروتين، وقيمة سين واحد في قيد الدهون، وقيمة سين اثنين في قيد الدهون، وأخيرا نختار مزيج الحل الأمثل. نعم يعني يبدو أنه يعني أنت متدرب عليه من سابق، لا بأس. وهو المطلوب. الجدول ما يحتاج توضيح، الجدول أمامكم واضح. بدور الأسئلة بتاخذيها من البرنامج. يعني هي المعادلات مخربطة يا أنا.
يعني انتهيتم أعزائي، يكفي أعتقد الوقت، يكفي الوقت اللي أعطيتكم إياه كافي. سأنهي الاختبار، قمت بإنهاء الاختبار، والآن نبدأ بالحل، نبدأ بالحل سويا. طيب فقط question table، okay table with questions. يعني هذا التيبل ما أظهر كل الأسئلة، خليني أشيله وأضع واحد ثاني. طيب مش مشكلة. الآن ما هو ظاهر عندي، يعني صعب، الأسئلة طويلة فما راح تظهر مع الجدول بنفس الصفحة. خلونا نبدأ أعزائي. دالة الهدف للجدول أعلاه تمثل مشكلة، واضح إنها تمثل مشكلة تخفيض تكاليف، واضح. يعني إذا بتنتبهوا أعزائي هون حاطين عبارة واضحة تدلل على إنه المسألة تخفيض تكاليف، هذه العبارة حطيت لكم عليها شبه دائرة بالأحمر، مقصود هذه، واضح إنه تخفيض تكاليف. الحديث عن شركة تسعى إلى تخفيض الطعام المقدم للأبقار، والذي يحتوي على مادتين هم البروتين والدهون. فواضح من الجدول إنه المسألة تخفيض تكاليف. الجدول أمامك يا غالية، أمامك. نعم، ما بعرف إذا المسألة ما بتظهر عندك لأنك توك داخلي، ولكن في الجدول واضح، هو على الشاشة الآن. نعم، إذا المسألة تخفيض تكاليف وعرفنا كيف، هي تكاليف، هي تكلفة. طيب هذا أول سؤال. السؤال الثاني، معادلة دالة الهدف، هيها 8 س 1 زائد عفوا 0.8 أو فاصلة 8 س 1 زائد فاصلة 5 س 2 تخفيض تكاليف لهذه المعادلة اللي هي فاصلة 8 س 1 زائد فاصلة 5 س 2، والإجابة ب صحيح. واضح، واضح أعزائي، واضح. طيب الآن بده السؤال قيد البروتين، هيو يعني عملية سهلة سلسة جدا. هذا البروتين، وقيده 15 س 1 زائد 20 س 2. هسه هي احطها اكبر من ولا اقل من؟ حنان بتحكي لي اكبر من او يساوي، ليش يا حنان؟ طب ليش احطها اكبر من ومش اقل من؟ السبب لانه تكاليف، لانه تخفيض تكاليف. تمام. نعم، اذا هذا قيد البروتين بنفس الطريقه اعزائي. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو متعلق بقيد الدهون، قيد الدهون اللي هو 10 س 1
زائد 5 سين 2 أكبر من أو يساوي 30 بنفس الطريقة. طيب الآن بدنا ننتقل للأسئلة المتعلقة باختيار نقاط الحل على الرسم البياني، وهو استخراج أول سؤال فيها قيد عدم السالبية، هذا نسيته لأنه معروف. طبعا هو سين واحد أكبر من أو يساوي صفر، وسين اثنين أكبر من أو يساوي صفر. ألف، نعم ألف ألف ألف، واضح هذا، هذا حافظينه، يعني إحنا حافظينه، كي ما فيش فيه حل، لازم نكون حافظينه. طيب الآن ننتقل للسؤال اللي بعده، اللي هو بنبدأ في الرسم البياني وتثبيت النقاط على الرسم البياني. مطلوب لنا نستخرج قيمة سين واحد وأيضا قيمة سين اثنين في قيد البروتين، ونحن نعرف الطريقة كيف. الطريقة إنه دائما نبدأ بكتابة المعادلة، وبنجعل أحد المتغيرات يساوي صفر. صورة الجدول أمامك يا ميمونة، هي أمامك، أنا واضحة. طيب فإذا 15 سين واحد زائد، طبعا بنخلي الثاني، بنخلي الثانية صفر، فبالتالي في داعي نكتبه يساوي، نخليها يساوي، في داعي نكتبه أساسا يعني بنخليه صفر هيك هيك، ف يساوي 60. إذا سين واحد كم تساوي؟ 4. واضح؟ لأنه قسمنا طرفي المعادلة على 15 مشان نخلص من 15، وبالتالي أصبح عندنا 60 قسمة 15 ويساوي 4. هذا إذا سين واحد تساوي 4، وسين اثنين اللي هي نجعل سين واحد صفر الآن، فعشرين عشرين سين اثنين تساوي 60، وبالتالي سين اثنين تساوي كم؟ 3. طيب الآن نيجي على معادلة الدهون، بدنا نستخرج منها قيمة سين واحد وقيمة سين اثنين لمعادلة الدهون. طبعا نضع كما فعلنا في القيد الأول سين اثنين تساوي صفر، إذا 10 سين واحد تساوي 30. وقيمة سين ونجعل أيضا سين واحد تساوي صفر، وبالتالي أصبح عندي طبعا هون سين واحد كم تساوي؟ سين واحد تساوي 30 قسمة 10 يساوي 3. وبالنسبة للثاني اللي هو 10 نجعلها صفر، وبصفي 5 سين 2 تساوي 30. إذن طبعا هون سين واحد هذه
30 2 تساوي 30 قسمة 5 ويساوي 6. طيب أعزائي، يعني واضح أنه نقطة الحل، نقطة عفوا نقطة المنحنى الجدول على الرسم البياني للقيد الأول كالتالي، اللي هو 4، وهذا القيد لبوتين 4 و3، وبالنسبة للقيد الثاني اللي هو قيد الدهون كانت نقطة الحل 3 و6. فعلى السريع منروح نرسم رسم بياني، خليني ارسمه هون انا. طبعا انا بدي عندي هون 3، وعندي هون 4. وعندي هون 3. لازم ارسم، لاحظين لازم ارسم. وعندي هون 6. نعم، علشان اطلع مزيج الحل الامثل. القيد الاول كان 4، القيد الاول خليني اغير اللون تبعه، احطه بالازرق، كان 4 و3. اذا 4 و3 القيد الاول. والقيد الثاني، القيد الثاني خليني اضعه باللون الاسود، كان 3 و6. هذا القيد الثاني اللي هو قيد الدهون. طبعا يا امل لازم ترسمي علشان تطلعي الاجابه وتعرفي وين نقاط الحل. الان اعزائي اصبح عندي انا منطقه الحل وين؟ وين منطقه الحل؟ منطقه الحل هل هي الى الداخل ام الى الخارج؟ راح اضع لكم اياها باللون الاخضر. منطقة الحل هذه. إلى الخارج، هذه منطقة الحل، لأنه ليش إلى الخارج؟ ما السبب؟ لأنها تخفيض تكاليف. أحسنت يا مشاعر. فإذا عندي نقاط الحل، عندي توضح نقطتين من نقاط الحل، اللي هو أنا أول نقطة حل اللي هي 4، أختار لون ثاني، وخليني أختار اللون الرمادي اللي هي 4 و0، وثاني نقطة حل اللي هي هذه هنا 0 و6. واضح أعزائي؟ واضح؟ تمام. الآن لا، هذه نقطتين الحل اللي مبينات. لاحظي انه اللي حكى انه ضايل شيء، انه احنا المنحنى متجه الى الخارج، وبالتالي نقطة الصفر صفر هذه التقاطع للمحور السيني مع الصادي مش من ضمن الحل. اوكي
طيب إذا باقي عندنا نقطة حل اللي هي ما استخرجناها وضروري نستخرجها، اللي هي نقطة التقاطع، صح ولا لا؟ اللي هي نقطة التقاطع اللي هي هذه النقطة. وهذه النقطة كيف بستخرجها؟ نعم، بنضع بنحل المعادلتين مع بعض، وتعلمنا احنا كيف نحل المعادلتين مع بعض. نكتب المعادلتين تحت بعض اسفل بعض. فخلوني اضع انا المعادلتين، بس بدي اشيل هاي، بدي اشيل الكلام هذا اللي تحت، خليني اشيله واضع المعادلتين. انظف هذا الكلام اساس انه نحل بنفس الشاشة. تمام، هيك تمام. الآن نضع المعادلتين أسفل بعض. فبكتب المعادلتين أنا اللي هم 15 سين واحد زائد 20 سين 2 يساوي 60 و10 سين 1 زائد 5 سين 2 ويساوي 30. شو رأيكم أعزائي؟ بطلع عليهم كيف ممكن أخلي أحد المتغيرات في القيدين معامل واحد. بضرب المعادلة الثانية في 4 مشان يصير معاملها لسين 2 20، والمعادلة الأولى أساسا هو 20، لما أنقص بيطيروا مع بعض بتخلص من سين 2. فإذا أفضل إشي إني أضرب كل هاي المعادلة بكافة حدودها في 4. صح؟ واضح؟ فلما أضربها في 4 شو بتصير؟ بتصير 40 سين 1 زائد 20 سين 2 يساوي 120، صح ولا لا؟ لأنه يا تهاني لو ضربتيها باثنين بتصير قيمة معامل سين 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 2 10 سين 2، فبالتالي ما استفدناش. احنا بدنا لما ننقص المعادلتين زي ما راح تشوف الان ناخذ المعادله الاولى ومننقصها من المعادله الثانيه. 5 خلينا نحكي سالب 5 سين 1 سالب سين 20 سين 2 يساوي سالب 60. بدنا ننقصهم من بعض الآن. لاحظي إني أنا ضربتها مشان إنه هذول الثنتين، لاحظي هذول الثنتين يروحوا مع بعض، هذه لأن هذول راحوا مع بعض، لأنه زائد 20 سين 2 ناقص 20 سين 2 يساوي 0، وبالتالي خلصت، ظل عندي متغير واحد بستطيع اني اطلع قيمته. واضح يا تهاني؟ واضح؟ عشان هيك انا ضربتها بأربعة. واضح؟ تمام. الآن
برجع بكمل، وبالتالي كم يساوي؟ ما بكتب، هاي كتب 25 سين واحد يساوي 60. إذا سين واحد كم تساوي؟ 60. لأنه بنقص يا صفية، يعني حتى لو ما بدك تحطيها سالب بس نقص، أهم شيء إنك تعرف إنك لك لازم تنقص المعادلتين من بعض، لأنه بنطرح المعادلتين من بعض. هذا المقصد، المقصد إنه طرح المعادلتين من بعض فقط، هذا هو. فإذا 60 60 نعم صحيح صحيح. طيب وإذا 60 قسمة 25 يساوي 2.4، إذا سين واحد تساوي 2.4. طبعا بعوض سين 2 يسار، عشان بس عشان إنه إحنا بدنا نطرح المعادلتين من بعض فقط. واضح؟ واضح؟ طيب الآن بعوض قيمة سين واحد في أي معادلة من معادلتين وبستخرج قيمة سين اثنين. فخلينا الثاني أسهل، 10 ضرب 2.4 زائد 5 سين 2 عوضها بالمعادلة الثانية ويساوي 30. فإذا 24، خلينا نكتبها فورا، 5 هيك بتطلع 30 ناقص 24 على 5. ويساوي طبعا هذه سين اثنين، سين اثنين هذه 1.2. إذا طلع عنا هذه النقطة، نقطة الحل، نقطة التقاطع، وكانت زي ما انتم شفتوا امامكم هذه النقطة 2.4 و 1.2. الآن مش دايل عندي غير خطوة واحدة، إني باخذ مقابل حل الثلاثة اللي هي 4 و0 و0.6 ونقطة التقاطع 2.4 و1.2 وبعوضهم بدالة الهدف، وبختار أي رقم بختار أقل قيمة موجبة. ليش الأقل؟ لأنه المطلوب تخفيض التكاليف، لأنه المطلوب تخفيض التكاليف. طبعا أي واحد بتطلع، أنا بصراحة يعني أي واحد بتطلع طيب تمام. إذا أعزائي الأخي عدال، أوكي. إذا هذا هو الحل، هذا هو الحل. الآن
هكذا يعني انتهى وقت لقائنا، ان شاء الله بتأمل انكم تتدربوا على الحل اعزائي، يعني بتأمل انكم بالقلم والورقة تتدربوا على الحل، اذا ما تدربتوا على الحل ما راح تفهموا. يعني هذه المادة اذا ما الواحد مسك قلم وورقة وبدأ يحل بايده ما راح يستطيع ان يفهم. فلذلك بتمنى انه الجميع يتدرب على حل المسألة. طيب المحاضرة القادمة إن شاء الله كويز السيمبلكس، طمن كل موضوع راح نأخذ عليه اختبار قصير كل موضوع. طيب هذا ما لدينا اليوم، حتى نلقاكم يوم الثلاثاء القادم، مساء الثلاثاء القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.